بسم الله الرحمن الرحيم، ولسه مكملين مع بعض في كورس الرياكت تيستنج. طبعا في الفيديوهات اللي فاتت عرفنا يعني ايه التيستنج، وعرفنا الانواع العامه للتيستنج، وعرفنا انا هستفيد ايه لما اكتب اوتوميشن كود. ولكن لحد دلوقتي احنا لسه ما شفناش حاجه بعينينا، كله كلام نظري. ولكن الكلام النظري ده عشان لما ننفذ الكود العملي تكون فاهم كل حاجه بتفصيل ممل. في الفيديو ده هنتكلم سريعا عن حاجه اسمها جيست. تمام، الجيست ده عباره عن ايه؟ هي جافا سكريبت تيستنج فريم ورك فور افوكس او ويز افوكس اون سمبلستك. يعني ايه باختصار شديد؟ الجيست دي عباره عن فريم ورك خاصه باختبار كود الجافا سكريبت. تاني، الجيست دي عباره عن فريم ورك خاصه باختبار كود الجافا سكريبت، بمعنى انا لو عاوز اتست كود جافا سكريبت فبستخدم فريم ورك ولايبراري خارجيه، هنستخدم كذا اداه، اول اداه فيهم اسمها الجيست. فالجيست دي هي عباره عن تيستنج فريم ورك، فبيقول لك ان هي اتس ورك ويز بروجكت يوزنج بابل. بابل طبعا اللي هو الجافا سكريبت، وبتشتغل مع التايب سكريبت والنود والرياكت والانجلر والفيو ومور، يعني حاجات تانية كتير. تمام، فباختصار شديد الجيست دي عباره عن فريم ورك بتست اي حاجه بتشتغل بايه؟ بتشتغل بالجافا سكريبت. فعندي اي فريم ورك بتشتغل بالجافا سكريبت اقدر اتستها عن طريق الجيست. حلو حلو. فانا مثلا دلوقتي لو جيت كتبت جيست بس كده في جوجل، تمام، فتخش على الموقع الرسمي بتاع جيست زي ما انت شايف. طبعا مبدئيا بس الاول لو كتبت في جوجل رياكت تيستنج اللي هو اختبار رياكت، هتلاحظ ان الموقع الرسمي بتاع الرياكت جواه صفحه اسمها تيستنج اوفر فيو، بيكلمك سريعا عن ازاي تعمل تيست للمشروع الرياكت بتاعك. فهو هنا بيديك ريكومندد تول او يعني ادوات هو بيرشحها لك عشان تعمل تيست. اول اداه هو بيديها لك اسمها جيست. الجيست اللي احنا بنتكلم عنها هو بيقول لك ان هي جافا سكريبت تيست رانر ذات ليتس يو اكسس تو ذا دوم. يعني باختصار شديد ان زي ما قلنا الجيست دي عباره عن فريم ورك ان هي بتشغل لك كود الجافا سكريبت بتعرف تيست. تمام تمام. تاني اداه بيديها لنا حاجه اسمها رياكت تيستنج لايبراري، دي هناخدها ونتكلم عنها بالتفصيل ولكن مش دلوقتي. خلينا سريعا نرجع للجيست دي. فمثلا هنا لو دخلت للدوكس مثلا اللي هو الديكومنتيشن، فتلاحظ ان هو بيقول لك هنا ايه جيت ستارتد، يعني ممكن تبدا في اي مشروع موجود عندك بالجافا سكريبت. باختصار شديد نقدر ان انت لو عندك هنا فانكشن، فانا هوريك مثال سريع كده. لو جبنا اونلاين كومبايلر للجافا سكريبت، عاوزين نكتب كود جافا سكريبت بسيط جدا ونعمل تيست. مبدئيا طبعا انا ما فتحتش اديتور لسه، انا جايب بتاع اونلاين كده، وهبحث عن مكتبه اسمها جيست. يعني كاني بنصب مكتبه جديده اسمها ايه؟ اسمها جيست. اسمها جيست بس بدون اي حاجه ثانيه. كويس، فهاجي هنا هجيب الجيست زي ما انت شايف كده، هختار اخر اصدار من الجيست. طبعا هاجي هعمل هنا ايه؟ عندي فانكشن اسمها او فانكشن اسمها سم. الفانكشن اللي اسمها سم دي كل وظيفتها ان هي بتاخد رقمين وبترتبن لي الرقمين الجمع بتاعهم. طبعا الموضوع كلام فارغ. طيب هاخد في فانكشن تانية هاخدها هنا كده احطها وبعدين اشرحها لك عشان نوضح ايه هو الجيست. باختصار شديد انا عندي فانكشن هنا زي ما قلنا اسمها ايه؟ اسمها سم. السم دي بتاخد رقمين اللي هو a زائد b، a و b، وبترتبن لي ال a زائد b. فانا مثلا لو قلت له console.log مثلا السم، ماشي، المفروض مثلا 3 و7، فطبيعي ان هو يرجع لي 10. كويس؟ طيب انا عندي بقى المفروض ضفت المكتبه بتاعت ايه؟ بتاعت الجيست زي ما انت شايف اللي هي دي. طيب المفروض عندي فانكشن اسمها تيست اهي. فانكشن اسمها ايه؟ اسمها تيست. الفانكشن دي كل وظيفتها جايه منين؟ جايه من الجيست دي. طب بتعمل ايه الفانكشن دي؟ الفانكشن دي بتاخد مني تو بارامتر. اول بارامتر عباره عن سترنج، السترنج دي بيكون موجود فيها الوظيفه او الاسم بتاع الفانكشن دي. فانا اقول له مثلا تيست سم 3 بلس مثلا 5، يعني اختبر لي جمع 3 و5. ثم نعمل فاصله. البارامتر الثاني عباره عن ار فانكشن. تمام، الار فانكشن دي بتعمل ايه او وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي تتست الكلام ده. يعني انا مثلا هنا استخدمت الميثود اللي اسمها تيست. كويس، ثم باجي هنا الميثود اللي اسمها تيست دي بتاخد مني بارامترين. اول بارامتر اللي هو اسم الميثود بمعنى اصح عباره عن سترنج انا احطه زي ما انا عايز. الحاجه الثانيه عباره عن ار فانكشن زي ما انت شايف كده اللي هي تيست الفعل بتاعي. فانا بقول له ايه؟ بقول له اكس بيكت، وبعمل قوسين زي كده، فانا بقول له اكسبكت ان الميثود بتاعه الصم دي
مثلا لو انا بعت لها 3 المفروض زائد كام؟ زائد 5 زي ما انا بتست. كويس، هاجي هنا اقول له دوت تو بي، المفروض الناتج يطلع لي كام؟ 8. طيب كويس جدا. فالمفروض هنا كده انا عملت تيست للفانكشن اللي اسمها سام دي، تيست بسيط جدا. طبعا مبدئيا هو هنا معترض مش عارف يوصل للمكتبه اللي اسمها جيست، مش مشكله احنا كده كده هنجرب في الايديتور او الاي دي بتاعنا، ولكن انا هنا بوضح لك بس الفكره سريعا ان انا عندي فانكشن بسيطه جدا اسمها سام، انا عاوز اعمل لها تيست عن طريق ايه؟ عن طريق الجيست دي. تمام تمام كويس جدا. فانا بعمل ايه؟ باجي بستخدم فانكشن اسمها تيست. التيست دي جايه منين؟ جايه من مكتبه الجيست، ولكن هو هنا مش قادر يتعرف على الباكج اللي انا جبتها، ولكن احنا هنجرب الكلام ده كله بالتفصيل. انا هنا بفهمك الفكره، فبقول له تيست وادي له حاجتين، الحاجه الاولى اسم الفانكشن بتاعتي او اسم الوظيفه بتاعتي، الحاجه الثانيه ايه اللي انا عاوز اتيسته. عندي فانكشن اسمها اكسبكت، يعني انا متوقع ان يطلع لي الناتج بتاع سم 3 زائد 5 سم دي اللي هي دي. فانا بقول له لو انا بعت لها 3 زائد 5 المفروض تو بي 8، يعني تكون 8. فبالتالي مثلا هو هيجي عند السطر ده كده يروح يشغل الميثود اللي اسمها سم اسف، ويبعت لها 3 و5. لو الناتج رجع لي 8 زي ده هيرجع لي كلمه باص، يعني الامور صحيحه. طيب لو رجع لي مثلا صفر، يبقى كده معناها ان الميثود اللي اسمها صم دي مش شغاله صحيح، يبقى هيرجع لي فيل، يبقى بالتالي انا عرفت ان التيست بتاعي فشل. هي دي معنى كلمه ان انا بكتب كود يتست كود. تمام. طيب انا عارف برضو ان انت لحد دلوقتي لسه الامور ما وضحتش بالنسبه لك، ولكن اوعدك ان احنا لما نجرب عملي ونجرب بقيه الامثله بتاعتنا الكلام ده كله لسه هيتشرح من الصفر تاني. انا كل ده ان انا بقول لك اوفر فيو او بفهمك فكره التستنج يعني ايه، لكن احنا لسه ما جربناش اي حاجه عمل لحد دلوقتي، فمجرد ان انا بتستلم بس شويه حاجات بسيطه، لكن في الدروس اللي جايه هنجرب كل حاجه عملي، فاستنانا في الدرس اللي جاي ان شاء الله. لو وصلت لحد الجزء ده من الفيديو ومهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه، ادخل الأكاديمية وشوف الكورسات المتاحة واشترك في الكورس اللي يناسبك او الخطة اللي تناسبك. دعمك مهم لينا عشان نستمر في تقديم وتطوير محتوى قوي باللغة العربية.